عاوز ترضي ربنا اعمل صدقة. النهاردة انا جاي اكلمكم عن الصدقات. انواع الصدقات كتير جدا. سيدنا النبي قال ان الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. تخيل لو ربنا غضبان عليك ممكن ترضيه بانك تعمل صدقة؟ الصدقة شيء سهل جدا بس كبير قوي عند ربنا. اسمع كده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. انت عارف لما تقعد تذكر ربنا بتاخد بيها صدقة؟ ولو عايز تتصدق عن صحتك وبدنك تقدر تصلي ركعتين الضحى ودول بيكونوا برضك صدقة. طب أقولك على حاجة حلوة، أفضل الصدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوجته. تخيل انك لما بتأكل مراتك وولادك ربنا بيحسبها لك صدقة. سيدنا النبي قال ان تبسمك في وجه اخيك صدقة. انت عارف ان الصدقات فيها عروض زي العروض اللي بتيجي في التلفزيون؟ والله انت عارف ان انت لو تصدقت على قرايبك المحتاجين انت بتتحسب بحاجتين، بتتحسب صدقة وبتتحسب صلة رحم. كتير مننا بيزعل لما بيكون في اعلان عن الصدقات، مع ان ربنا ذكر صدقة السر والعلانية في كتابه الكريم، ومشايخنا بيقولوا ان الصدقة لو هتبقى في مشروع كبير يستحب تكون علانية لانها بتعمل نوع من المنافسة بين اصحاب الاموال. انما الصدقة لو رايحة الاشخاص خلي بالك يستحب تكون في السر. اخر حاجة احب اقولها لك ان الصدقة دقيقة من ميتة السوء. وسيدنا النبي قال ان افضل الصدقات هي التي تأتي من مسلم يأمل الغنى ويخشى الفقر. تخيل لو انت نفسك ربنا يغنيك اعمل صدقة.